والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة مع سارة نجيب. إليك سارة. شكرا لكما دينا وأميرة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على تقرير للأمم المتحدة بشأن تحفيز الحرب الأوكرانية استثمارات التحول بقطاع الطاقة العالمي لتصل إلى 1.1 تريليون دولار خلال عام 2022. وأكد التقرير الأممي أن تنامي الأزمات ومنها الغذاء والطاقة والأوضاع الاقتصادية العالمية وتصاعد آثار تغير المناخ أكدت الحاجة لإحداث تحول صناعي مستدام لسد فجوة التنمية الآخذة في الاتساع بين الدول. ودعا التقرير إلى تطوير جيل جديد من السياسات الصناعية المستدامة المدعومة بالتخطيط الوطني المتكامل لتوسيع نطاق الاستثمارات ووضع أساس التحولات المطلوبة. وأكد وجود الكثير من الفرص النمو الشامل في الصناعة الزراعية والطاقة الخضراء، ما يتطلب تعزيز بناء القدرات الإنتاجية المحلية لتحقيق التحول منخفض الكربون وتوفير وظائف لائقة وتعزيز النمو الاقتصادي. عقد وزير الزراعة السيد القصير اجتماعا مع بنادكت أوراما رئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي أفريكاسم بمدينة الأقصر. وخلال الاجتماع رحب الوزير بزيارة أوراما لمركز الأقصر التنسيقي لنشر المعرفة والابتكار، حيث قام البنك بدعم برنامج الأغذية العالمي من أجل إعداد وتهيئة المركز بمشاركة وزارة الزراعة ليكون منارة لتبادل خبرات الدول الإفريقية ومصر في مجالات التصدي للتغيرات المناخية ودعم صغار المزارعين والمرأة والشباب والشمول المالي والرقمنة والتدريب وبناء القدرة. بحث وزير الكهرباء محمد شاكر مع وزيرة البيئة الكورية هان هو جين سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر. وخلال الاجتماع أشار وزير الكهرباء إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار بصفة عامة وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال تقديم عدد من الحوافز والضمانات. اجتمع وزير البترول طارق الملا مع النائب الأول لشركة ويذرفورد ورئيس التجاري لشركة المبيعات الدولية ديفيد ريد. وخلال اللقاء استعرض الوزير مجالات عمل الشركة في مصر والعمل على توسعة أنشطتها خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل فوز الشركة بالشراكة مع شركة أمبي في المناقصة العالمية التي طرحتها شركة خالدة لرقمنة 100 بئر وربطها آليا في مختلف مواقع عمل شركة خالدة بالصحراء الغربية. وشدد الملا خلال اللقاء أن قطاع البترول منفتح على مختلف الشركات العالمية ذات الخبرات المتميزة والتي تمتلك التكنولوجيات الحديثة في مجال أنشطة الحفر والإنتاج وتقديم الخدمات. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف بشأن وفرة المعروض، وذلك بعد ارتفاعها بنحو 3% خلال الجلسة السابقة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1% لتصل إلى 76 دولارا و19 سنتا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 84%، مسجلا 72 دولارا و22 سنتا للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.6% لتصل إلى $2.38 للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 93% لتسجل $2.38 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع، وكشفت وزارة العمل الأمريكية عن أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة لأول مرة تراجعت 22 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ 2240 ألف في الأسبوع الماضي. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 264 ألفا في أحدث أسبوع. ختام جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة مرة أخرى إلى دينا وأميرة. إليكما. شكرا لك سارة.